زالت المعارك مستمرة، الناس عم تهرب سياراتها من بلوغو. الحرايق الهاي دخل صحفي هون ضربوه 3-4 حجار، دخل صحفي هون ضربوه بالحجار، بلوغو تحت بوليس غسيست. للأسف البوليس بيساعد واحد غسيست، هن يا الباقيين غسيستا غاس موس بلولان هن كما هن في بغانا قران هي هن سكيبا بغانا بولا بغان فحرقوا ولعوا المنطقه المسلمين هون هي جاي بده يحرق القران في بلوغو، جاي بده يحرق القران ويستفز اهل بلوغوس كلياتها للاسف الشديد. هنا تقول لنا حرائق اقنار استفزاز للمسلمين لحرق القرآن.